يبدو ان هو رسام الكاريكاتير لازم يكون شخص بذيء اللسان ساعات. انا اسمي محمد انور، برسم تحت اسم انور. ابتديت شغل صحافة في 2007 2008 كده، ورسمت في جرايد كتير مصرية وعربية. هو رسام الكرتون، هو مخرج سينما، بيخرج كادر زي اللي انت بتخرجه دلوقتي، بيكتب سيناريو كلام ما بين الناس، مهندس ديكور بيقعد الناس على حاجات وبيحط يفرش الكادر حوالينهم، وستايلست بيلبس الشخصيات بتاعت الرسمة. فالإلهام بلاقيه في أي حاجة من دول، ممكن ألاقيه في فيلم، ممكن ألاقيه في كتاب أستلهم منه جملة، ممكن ألاقيه في جملة أصلاً حوارية في الشارع ما بين اتنين عاديين معرفهمش ولا أشوفهم تاني. فاللي هيعمله ترامب في بلدي أو السياسات بتاعته تجاه بلدي، هي سياساته تجاه شرق أوروبا، هتكون هي سياساته تجاه أفريقيا، هي هتكون سياساته تجاه أوروبا، هي الطريقة اللي بيتعامل فيها العالم. هيجد حلفائه في اليمينيين والرجعيين، ومش هيلاقي حلفائه في أي حد تقدمي، وده منطق مفهوم جدا. فقيس على ده بقى كتير في كل المجالات. لو هطلب من بوتين هطلب منه انه يتوقف عن البروباجندا الشعبوية يمكن اللي بيعملها، يمكن صوره مع الأسد والدب دي بتستفزني شوية الصراحة، وترامب كمان يعني عنده أداءات شعبوية يجب أن يتوقف عنها. لا، العالم دلوقتي بيعيد فتح التاني القضايا اللي هو تخيل ان هو تخطاها. في حد هيقول لك احنا البشر مش هيتكلموا مع بعض، مش هيتكلموا مع بعض، ماشي اوكي ممكن خلاص هو هيقرر كده، لكن عمره ما هيعرف يعمل. وده جزء من صراع الرسام، الصراع اللي بيخليه عايش. لو انا ما عنديش مشاكل طب هيبقى ايه فايده رسام الكاريكاتير؟ فرسام الكاريكاتير هو موجود علشان كده. فيما يخص مصر، بقرا سؤال مسطح للامور ومبسط بطريقه ساذجه، هو انك تقول ما هي الخطوط الحمراء. دوله شبه مصر في منطقه شبه الوطن العربي في اللحظه اللي احنا فيها، في الحقيقه مفيش حاجه اسمها خطوط حمراء. خطوط حمراء ثابته، خطوط حمراء طول الوقت متغيره، وطول الوقت في لحظه زي في مرحله بالذات، مرحله شبه اللي ما بعد الربيع العربي، ممكن تلاقيه اللي كان مسموح لارسمه امبارح مش مسموح لارسمه النهارده، واللي مسموح لي ارسمه النهارده مش هيكون مسموح لي بكره، عادي جدا. المجتمعات عندنا بتمر بتغيرات عنيفه وحاده. لسه على سبيل المثال، لو كنت جيت من كام يوم، وانا ممكن اكون ارغب في ده بمنتهى الوضوح، ارسم على انه المراه يجب ان ترث مثل الرجل في مصر، متخيل ده هيبقى الامباكت بتاعه في مصر ازاي؟ التأثير بتاعه لو ده نزل في رسمة كرتون ممكن يكون عنيف، حد هيقول لك أنت زنديق، أنت تهدم الدين مباشرة. فجأة بتبص تلاقي تونس فجأة بتدعو لإقرار قوانين بتساوي بين المرأة والرجل في الميراث، فيتحول الموضوع بين ليلة وضحاها في مصر إلى قضية رأي عام، وعادي مفتوح والناس بتدلي بدلوها وبتتكلم وعادي. ده ممكن يكون أخطر من إنك في لحظة، ممكن ده يكون أخطر من إنك ترسم رئيس جمهورية. في اللحظة التانية ممكن ده يكون العكس، ده اكتشفت دلوقتي ممكن انا ما اعرفش ارسم رئيس الجمهورية، بس اعرف اتكلم في الميراث وحق الست وعلاقتها بالرجل في الاسلام في لحظة. ففي فرق ما بين حاجتين بشكل اساسي، انا عايز ارسم ايه وانا مسموح لارسم ايه في اللحظة دي، دول حاجتين منفصلتين عن بعض. خلينا نتكلم على موضوع البوركيني والبيكيني والفلاحين اللي بينزلوا في اسكندرية عندنا بالفانيلات، انه اصلا مهم ان احنا نشوف الفانيلات. هو حاجه كده انا بستخدمها علشان تخدم على الفانيلات ما هياش الاساس بتاعها. Thank you.
Thank you.